بدي أسألك يا شروق، شو هالكره اتجاه، مش بس أنا، يمكن كتير بنات، الغيرة، المرض النفسي اللي عندك ياه لتتهمي بنات وتتهميهم بشرفهم؟ ابنك فوق بالاوتيل، ابنك لوحده، ابنك لوحده. قولهم، ردي يا حمي، قولهم هيدا دكتور فود اللي ببيعكم برودكتس معفنين. يلا انجويت، ترك ابنه في الاوتيل لوحده، مشي مرته حافيه، مشلح انا على الطريق والله. طبعا انا الرقم الصعب، انا مش زلمه يعمل فيني هيك ولو لي سنه ونص بسوق بهالمنتجات وهو ياخذ كل المجد وانا قاعد بالبيت. مجد شو يا اخي؟ دبي لوحده 4 ايام، 4 ايام دبي. فهموني جوزي شو بدي اعمل 4 ايام بدبي. اللي شفته على السوشيال ميديا صراحه ضايقني. مثل ما انت حكيتي عني وعن شرفي وعن اشياء كتير كبيره، يا عيب الشوم عليك، شو بيثبت لكم انه دكتور فود وشروق ما هم متفقين مع بعضهم كرمال يعملوا هيدي البلبله، كرمال بس يطلعوا ترندات.